دائما الدكتور محمد يوسفي وهو مدير مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك. رمضانك كريم سيدي المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، تصحيح بركة، رئيس مصلحة الأمراض المعدية نعم، مش مدير. شكرا. إذا سيدي الكريم، يعني هذا تقريب 12 يوم من رمضان الكريم، لم تنزل الإحصائيات عن 100، في كل مرة تسجل فوق 100. ما هو تعليقك على رقم الذي يسجل كل يوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين. هنا كنا تكلمنا قبل منذ أيام أن باش كما يقولوا التعليق الأولي هو أنه لا زلنا ما خرجناش كما يقولوا من الخطر بالنسبة لهذا الوباء هذا. بلك بعض المواطنين اللي تفائلوا مسبقا مع بعض الارقام، خاصه بالعشقات على الارقام، نقولوا باللي مازال لازم نصبر شويه. وفي كما يقولوا في مجمل الوطن، اذا كان في ولايه البوليده كان استقرار وحتى الارقام كانت فيها تنازل هاليامات كما يقولوا في عدد تنازلي، ما نساوش باللي كان فيه رفع جزئي على الحصر الصحي، وهذا رايح نشوفه بعد عدم احترام بعض المواطنين هذا النصائح. رايح نشوفه من الاسبوع الجاي اذا كان فيه بالنسبه لولايه البوليده، اذا كان فيه كما تاثير او عدم تاثير، لانه حاليا منذ اسبوع الارقام ولايه البوليده هي ارقام تنازليه والعدد موش كبير بالنسبه للقبل، ولكن بالنسبه للولايات الاخرى وهذا اللي راه يعطينا العدد الكبير هذا. العدد كما يقولوا العدد راه في عدد تصاعدي، ولذلك ما زلنا حتى وكان استقرار منذ 10 ايام بالنسبه للوطن قبل رمضان، نشوف هذا العدد هذا اللي مرتفع. وهذا يعطينا درس واحد، هو انه لازم نبقاو في اليقظه هذه، ولازم نبقاو في تطبيق الاجراءات اللي قلناها حتى واللي قال بها لوزاره الصحه، حتى يكون كما يقولوا فتنا المرحله الصعبه هذه، ويكون العدد التنازلي بالنسبه لكل ولايه الوطن.